يقول عندهم طوناج. هذا الشيء اللي كيقولوا على الخضره بان قال لك الترونسبور في مارشي كريو داير الاضراب. ولفت بار فرانك، اش تاكل فار فرانك؟ واش اللفت ديال الفرانك؟ وماشي زوين، كل غير زوين. الرباح وكل شيء كاين من المارشي، لما كانش من المارشي هنا راه ما كاين والو ابنتي. دابا الكاميوات حابسين، ترونسبور ما كاينش. على حساب الطوناج قال لهم الطوناج خاصهم ينقصوا منه. ماشي علاش كاين المشكل. اضراب الخضره كلها غاليه، ما كاين حتى شي حاجه اللي رخيصه. حاجه ديال 60 ديري لها 140، حاجه ديال 100 ديري لها 160. ما مقادش داك الشيء، ما مقادينش. وما عطيتش اللي رخيصه، ما عطيتش اللي ب 800 ريال الصندوق. وبطاطا 60 66 داك الشيء ما مقادش. كل واحد باش كيبيع وزاد الاضراب زعما كرفس السلعه بزاف. اي اختي كاين زياده في الاثمنه ديال الخضار والفواكه حتى هي، حيت هناك زياده في الغازوال والبنزين. قال لك الكاميوات اللي كيجيبوا السلعه ما كاينينش، هذا الشيء علاش زايدين في السلعه. وشنو الخضره اللي شفتيها انت غلات بزاف؟ او كلشي كيبان لي انا غالي، كلشي حيدي غير ما عطيتش بطاطا ب 80 وما عطيتش 60، شي الاخر كله غالي. فريتي 100 ودوي، الفرانك 10 دراهم، ليمون كاع ما كاين كاع، خامج قديم قال لك 10 دراهم. فواكه الخضره كلها غاليه. كلها غاليه الخضره، علاش؟ علاش عند الطوناج ما بقاش كيدخل لهم هنا عاد وتزاد المازوت وما يحبس الطوناج. صافي والخضره غتطلع غتولي غاليه بزاف كاع. الخضره كما قاعد هذه ب 80 ريال كيلو في المارشي، خايزو 50 ريال، هذه ب 60 ريال، اللوبيا 100 ريال، الثمن اللي كان هو اللي كاين، خايزو شويه نقص شويه، كان ديك 26 30 ولا دابا 50 ريال. ما كاين لا غلا والو، ما لا هما اللي غلاو راسهم، هما اللي غلاو باش يربحوا بزاف، هما اللي غلاو راسهم، ما غلاو حتى واحد، ما غاليش، خايزو شويه في المارشي.